إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم. وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حوار مع باحث. نواصل معكم اللقاء بالفائزين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2021، هذه المرة مع جائزة أفضل ورقة علمية منشورة في قطاع البيئة والموارد الحيوية في فئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه. عنوان الدراسة البحثية: التحسين التشغيلي لأداء الأراضي الرطبة ذات التدفق العمودي للمعالجة المستدامة بيئيا واقتصاديا لمياه الصرف الصحي. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية التي تم نشر الورقة العلمية في مجلة علمية مرموقة محكمة دوليا ذات معامل تأثير 9.2. تفضلوا بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا المشروع البحثي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث، وباسمكم جميعا أرحب بالدكتورة المهندسة بثينة بنت محفوظ الوهيبية، رئيسة قسم الأبحاث والتطوير بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، وهي الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة البحثية: التحسين التشغيلي لأداء الأراضي الرطبة ذات التدفق العمودي للمعالجة المستدامة بيئيا واقتصاديا لمياه الصرف الصحي. أهلا ومرحبا بك دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث. أهلا فيك أخوي راشد، تشرفت أن أكون معكم اليوم. مرحبا بك. دعينا بدءا دكتورة نبدأ من عنوان هذه الدراسة البحثية.
عنوان هذه الدراسة البحثية: التحسين التشغيلي لأداء الأراضي الرطبة ذات التدفق العمودي للمعالجة المستدامة بيئيا واقتصاديا لمياه الصرف الصحي. فما تفاصيل هذا العنوان؟ يعني ممكن أن نقول أن فكرة هالمشروع أتت من كوني مهندسة معالجة وعمليات تشغيلية في الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. فنحن كمهندسين دائما نطمح يعني لإجراء بحوث تطبيقية وعملية أكثر من ما أنها بحوث أكاديمية. ففكرة المشروع أتت من إيجاد حلول للمعالجة، إيجاد حلول للاستدامة والتحديات اللي يواجهها قطاع المياه. فكرة الأراضي الرطبة واستخدامها في المعالجة هي أحد أفكار التنمية المستدامة والمعالجة الخضراء. ممتاز. طيب، إلى أي درجة تتوافق هذه الدراسة البحثية مع أهداف ورؤية عمان 2040؟ بالطبع هي تتوافق. دائما نحن نضع الرؤية في نصب أعيننا، وكما تعلم أخي راشد أن من أحد ركائز محور الاقتصاد والتنمية هي ركيزة المحافظة على البيئة والاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالطريقة المثلى لتحقيق هذه الاستدامة. فصنفت تقنية الأراضي الرطبة المصممة هندسيا كتقنية خضراء مستدامة بيئيا واقتصاديا، وفي الوقت نفسه هي من أحد التقنيات اللي أثبتت فعاليتها ويعني قدرتها على إزالة ملوثات مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه معالجة عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية والمحلية للاستخدام، وكذلك هي تقنية موفرة للطاقة. ممتاز. الآن يعني الورقة العلمية تناولت الإدارة المثلى لمياه الصرف الصحي التي أصبحت ضرورية لصحة الإنسان وحماية مصادر المياه وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث. إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل هذه الدراسة دكتورة، ما المراحل التي مرت بها؟ ما الأدوات التي استخدمتيها في مشروعك البحثي؟ المراحل اللي مرت اللي مر بها المشروع هو مثل ما ذكرت مشروع تطبيقي. أتى من الاستراتيجيات، نقدر نقول من استراتيجيات الإدارة والمعالجة. فمثل ما تعرف إن في المناطق المركزية أو في المحافظات والمدن دائما المعالجة المركزية واللي هي المحطات المعالجة الضخمة نقدر نقول المكلفة طبعا في التصميم والتشغيل والإنشاء هي المستخدمة يعني أو الأكثر شيوعا في المدن، ولكن في المناطق اللي هي الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمجتمعات المتفرقة، يعني مثلاً في أعالي الجبال، في البيئات الصحراوية اللي موجودة عندنا. فهنا كانت الفكرة أن نحن نقوم بعمل محطات معالجة صديقة للبيئة، محطات معالجة نقدر أن نحن نستفيد من المياه الناتج منها واستغلالها في المنطقة بالنفس، أو نقدر نقول اللي هو استخدامه بالقرب من المصدر في عدة استخدامات طبعا. فقمنا بتصميم وبناء وتشغيل محطات الأراضي الرطبة في ذات التدفق العمودي في قريات. طبعا نتائج هذا التصميم لله الحمد توافقت مع القوانين والنظم، وتوافقت أيضا مع المقاييس الدولية لمواصفات المياه المعالجة. نقدر نقول إن هي توافقت مع مقياس ألف من المواصفات القياسية، يعني هو أفضل المقاييس في الجودة. نعم، إيش معايير هذا التصنيف ألف تحديدا؟ على حسب هيئة البيئة هناك معيارين اللي هو القانون الوزاري أو القرار الوزاري 145/93. المعيار ألف هو المعيار الأكثر دقة. طبعا دائما نحن نعرف أن ملوثات مياه الصرف الصحي تنقسم عندنا إلى ثلاث أنواع: الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
المعيار ألف اللي هو نقدر نقول مثلا في المواصفات البيولوجية إن نحن ممكن يكون الإزالة تصل إلى 99%، أيضا في كمية الأكسجين تصل إلى مثلا 98%، يعني كمية الإزالة أو تحقيق كمية الإزالة من الملوثات راح يكون عالي جدا مقارنة بالمقياس ب. فنحن لله الحمد حققنا ألف، وكذلك في بعض المقاييس حققنا أفضل من المقياس ألف. ممتاز. طيب، يعني أنتم من خلال هذه الدراسة البحثية صنفتم استراتيجيات إدارة المياه، مياه الصرف الصحي، على أنها مركزية أو لا مركزية، ما الفرق بينهما دكتورة؟ كما ذكرت قبل قليل أن في المدن وفي الأماكن ذات الكثافة العالية، ونحن نصنفها على حسب الماستر بلان اللي هي الخطة الرئيسية للشركة ولمشاريع الشركة، في المناطق اللي تزيد كثافتها السكانية عن 50,000 وكذلك إنتاجية المياه عن 10,000 متر مكعب في اليوم، فهنا نقوم بتصميم محطات نسميها ميكانيكية ومركزية. أما في المناطق اللي هي ذات الكثافة السكانية الأقل فيكون التصميم صديق للبيئة، تصميم اقتصادي، تصميم لا يتطلب مهارات عالية للتشغيل، كذلك تصميم غير مكلف. نعم. طيب، يعني هذه الدراسة البحثية تعد الأولى من نوعها في دراسات الأراضي الرطبة بالتدفق العمودي التي يتم إجراؤها على نطاق واسع لتحسين أدائها في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. وأكدتم دكتورة من خلال هذه الورقة العلمية أنه من المهم التعبير عن الميزات المتعددة لنظام الأراضي الرطبة مقارنة بتقنيات المعالجة النموذجية. الآن كيف من الممكن الاستفادة من النتائج التي توصلتم إليها في هذا المشروع البحثي واقعيا من خلال الأعمال التي تقومون بها في الاستفادة من المياه المعالجة؟ مثل ما ذكرت أن الدراسة هي الأولى من نوعها بالتدفق العمودي. عادة حتى نميز يعني بين هذه الدراسة والدراسات الأخرى، عادة يتم تصميم نظام الأراضي الرطبة بالتصميم العمودي يليه اللي هو التصميم الأفقي، ولكن كانت من ضمن أهداف هذه الدراسة أن نلتزم بتصميم واحد، وأن يكون هذا التصميم قادر على إزالة جميع الملوثات، لأن ما نواجهه في التدفق العمودي عادة أنه يكون مشبع بالأكسجين، وبالتالي غير قادر على أداء تفاعلات النترجة، ولكن بفعل التحسينات اللي قمنا بها وبفعل التغييرات اللي عملناها في التصميم وكذلك في التشغيل استطعنا ولله الحمد ان نحن نتوصل الى الإزالة المطلوبة والهدف المطلوب منها. كما ذكرت ان تقنية الأراضي الرطبة هي تقنية حديثة لانها تقنية صديقة للبيئة وتقنية مستدامة. المزايا الكبيرة لهذه التقنية نقدر نقول إن في التكلفة المنخفضة، في الجودة العالية اللي ينتجها النظام مقارنة باللي هي المعالجة الميكانيكية. لله الحمد اليوم الشركة بعد نجاح هذا المشروع البحثي قامت بإنزال مناقصات لإنشاء محطات كبيرة نوعا ما، يعني تقريبا نقدر نقول 600 متر مكعب في اليوم للمعالجة بهذه الطريقة البيئية. نعم. طيب، ماذا تمثل لك دكتورة الجائزة الوطنية للبحث العلمي وفوزك في الجائزة الوطنية للبحث العلمي؟ لله الحمد، يعني أكيد هذا التتويج بالجائزة الوطنية نقدر نقول إن وسام فخر دائما أعتز فيه في مساري العلمي والعملي، ولا سيما أنه جاء من الحاضنة الأولى للبحث العلمي والابتكار وهي وزارة التعليم العالي. في نفس الوقت طبعا فوزنا بالجائزة هذا يحملنا الكثير من المسؤولية ويضع علينا عاتق اللي هي الجد والاجتهاد وبذل المزيد من البحوث العلمية لإثراء القطاع البحثي وتمكينه في السلطنة. طيب، وأيضا تم تكريمكم في اليوم الدولي للمرأة في العلوم
فماذا يعني لكم التكريم أيضا الذي جاء بعد الجائزة؟ التكريم كان يعني يمثل المرأة العمانية ويعزز المرأة العمانية كأحد سفراء العلوم والمعرفة في اليوم الدولي للمرأة الرائدة في العلوم. وطبعا هذا تشريف لنا، تشريف أن نكون سفراء العلوم والمعرفة الحمد لله، الذي يسعى دائما إلى تعزيز وتمكين دور المرأة وإبراز مشاركتها في مختلف المجالات العلمية. فكوني مختصة طبعا في الهندسة البيئية وفي معالجة المياه، سررت بأن احتفال هذا العام كان يركز على إسهام المرأة في مجال البيئة وتحديات المياه تحت شعار الماء يوحدنا، وهو طبعا من أهم أهداف التنمية المستدامة. جميل، نرجو لكم مزيدا من التوفيق. مرة أخرى نتوجه لك بجزيل الشكر على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتورة المهندسة بثينة بنت محفوظ بن حمود الوهيبية، رئيسة قسم الأبحاث والتطوير بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي حياة ديم، الباحثة الرئيسية في المشروع البحثي التحسين التشغيلي لأداء الأراضي الرطبة ذات التدفق العمودي للمعالجة المستدامة بيئيا واقتصاديا لمياه الصرف الصحي. شكرا لكم دكتورة. شكرا لك، جزاكم الله خير. ونرجو لك التوفيق. كما نشكركم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مرة أخرى مع مشروع بحثي علمي آخر. شكرا لكم وإلى الملتقى. حوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.